سليمان الناس الكل في اخر الفيديو حبسنا في البارتي هذه شفنا فيها لي فاكتور اش معناها فاكتور كيفاش نخدموا ان فاكتور وقت يبدا ان فاكتور فيه دي نومبر ولا ان فاكتور فيه دي شين دو كاركتير لانف معناها لونغور نتاع الفاكتور لي فالور مانكونت الان ا نعملوا لا موين والسم On chauffe ou on récupère les valeurs par rapport à l'adresse d'Eham qui m'a pris 2 et a tenu la valeur et l'y fait deuxième position et l'y fait vecteur. Donc, il y a un chauffe ou la matrice. Script, je dis, je ne remonte les matrices. Je ne vois pas la matrice. La matrice, c'est ensemble de vecteurs colonnes croisées ma vecteur ligne matrice fil mathématique هي نفسها الماتريس اللي شرحت مره تاو معناها عندي deux vecteurs باش نلمهم ببعضهم و باش يوليو لي ماتريس بهكا تيرم اخر باش يولي لي ان تابلو إذا نجربو نعملو ماتريس باش هكا توضح علينا الرؤية خاطر بالكلام هكا باش تقعد فلو دونك ناخذو باغ إكزومبل M1 M1 سي اون فاريابل أنا سميتها M1 اللي هي باش نعملو في وسطها ماتريس الماتريس في الآخر يكتب هكا ماتريكس على فان X أوكي معناها ماتريس الماتريس هذيا باش نحط فيها داتا 1.15 باغ اكزومبل اش معناها داتا 1.15 اذا نحطو 1.15 وحدها شنو باش تعطيني باش تعطيني لي فالور من 1 جوسكا 15 اوكي دونك انا هنا كي قلت له بلوتو الار يا ار الماتريس نتاعي داتا 1.15 معناها نحب لي فالور اللي في وسط الماتريس من 1 جوسكا 15 اوكي ونحب ان رو ايغال 3 اش معناها ان رو ايغال 3 معناها نومبر تاع لي رو نومبر دي ليني رو بالانجلي ليني دونك ان رو ايغال 3 نومبر ليني تاع الماتريس نتاعي نحبو ايغال 3 والان كول نحبو ايغال 5 ونومبر دي كولون نحبهم 5 اوكي إجا نشوفو الماتريس هذا شنو باش تعطيني عطاتني ماتريس M1 شوفوها فوالا أهاي فيها كيما قلنا 5 كولون و 3 ليني هاهوما 5 كولون 1 2 3 4 5 و 3 ليني ب هنا شمشي عمل هو نمشي كتب 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. مشي حطهم بالكولون معناها الكولون الاولى حط فيها 1, 2, 3, 4, 5, 6, كولون الثانية كولون الثالثة 7, 8, 9 إن نحبو يحطهم لي باللينية ما نحب هكا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نحبهم باللينية نظمهم لي دونك نمشي للكود نتاعي ونزيد نكتب by row equal true معناها يا اخ برا اعملهم لي باللينيا عبيلي الماتريس نتاعي بار ليني نشوفو الماتريس كيفاش ولات فوالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نفس الماتريس اجا نجربو في عوض by row باش نقولو by calls وإلا by row إيجالا فولس معناها نحبهم بالكولون مهمش باللين شعب يعطيني نفس الماتريس نتاع المرة الأولى فوالا 1 2 3 4 5 6 أوكي به نجمو نكتبو ليكريتور هذيا وإلا تو سامبلومون M1, elle va recevoir matrice 1,15
virgule, 3, virgule, 5, virgule, 2. Voilà, معناها نفس الكريتور هذايا بالضبط هي هذي. هنا جوست ما كتبتش داتا، ما كتبتش ان رو، ما كتبتش ان كول، ما كتبتش باي رو، جوست حطيت لي شيفر. اما هنا يرد بالكم لازم باغ اوردر، معناها ما تجيش تحط 3 لهنا وبعدها 15 وبعديك هنا تحط ترو، لي لازم باغ اوردر، لازم الكاز الاولانيه تاع الداتا وبعديك تاع الان رو وبعديك تاع ان كول وبعديك الباي رو ترو والا فولس. اوكي نحب نخرج الماتريس نتاعي في الكونسول، هاي خرجت لي. سينو اجا نعملو ماتريس اخرى ام 2 ام 2 ماتريس من 1 حتى من 15 قول من 15 حتى 29 3 5 اترو. فوالا ام 2 Voilà. Donc, Delhi, 1015, Hatekshi, le 29. Donc, on a dit 1015, le 29. Ici, on va mettre les lignes, 5 lignes. Voilà, on va mettre 5 lignes ou 5 colonnes. On va mettre les colonnes, 2 carreaux. Voilà, 5 lignes et 2 colonnes, 1001, le 24. OK. B. إذا توا نعملو concaténation للي دو ماتريس هذوما M1 et M2. إش معناها concaténation؟ معناها باش نلموهم ببعضهم. B. الconcaténation تتعمل بزوز طرق. يا إما نلموهم par ligne ou elle le mohon par colonne. Donc, la concaténation par colonne, bel c'est bind. Mais, il y a une matrice, M3, et ici, elle va recevoir c bind, M1, M2. Maintenant, amélie la concaténation dans la matrice 1 ou matrice 2, بل سي بايند معناها كونكاتيناسيون باغ كولون. سامحوني سي بايند كونكاتيناسيون باغ كولون نفس الحكاية اما بالاغ بايند توا نفس الحكاية بالاغ بايند Donc, R-bind M1, M2, tati et concaténation par ligne. Et je vais faire un jarbon. La double concaténation par colonne. Error, C-bind, M1, M2. Voilà. Ah, hi. L, M3, TI. Voilà. Ah, hi. لملي ال M1 وال M2 حطهم في ماتريس واحدة اللي هي M3 اوكي دونك هاي ال M1 تاعي اللي هي من الفالور 1 حتى الفالور 15 ومن الفالور 15 حتى الفالور 29 اللي هي ال M2 تاعي هاك ال M1 من 1 لل 15 وال M2 من 15 لل 29 لمهم الزوز وعطاني ماتريس كبيرة اوكي بال سي بايند معناها لمهم باغ كولون دونك هاوما لي كولون هذوما الكل
لي كولون هذوما نتاع الماتريس الاولى فوالا والكولون هذوما نتاع الماتريس الثانيه اجا نشوفو par exemple M1 M2 voilà هذيا الماتريس الاولى هيا وهذيا الماتريس الثانيه لم لي كولون هذوما ولي كولون هذوما وحطهم جنب بعضهم هاك من 1 لل 15 اللي هي هيا من 1 لل 15 ومن 15 لل 29 اللي هي هيا الM2 من 15 لل 29 إذا توا نرانيو الاير بايند اير بايند فوالا لم لي توا باغ ليني دونك فوالا من 1 لل 15 ومن 15 لل 29 دونك لي ليني هذوما نتاع الماتريس الاولى والليني هذوما نتاع الماتريس الثانيه ب شفنا كيفاش نعمل ماتريس شفنا كيفاش كونكاتين ماتريس بار سي بايند ولا بار اير بايند توا باش نشوفو البوزيشن